يا مساء الفل، يا مساء الجمال والصحة والسعادة على حبايبي أحلى وأجمل وأطيب صحبة ونقاس. حبايبي الغاليين، رب تكونوا جميعا بخير وطيبين. والنهاردة يوم الحد، يوم الأكل للحلوين. النهاردة طبعا وصفات كلها بتكون يعني بحاول إنها تكون دايما شعبية. مش عايزة أقول لكم أنا بتعب قد إيه علشان أجيب لكم الأكلات دي، وبسيرش قد إيه علشان أوصل إن في أكلات شعبية ممكن يكونش متعارف عليها. النهاردة أكلاتنا رغم أنها بسيطة إلا أنها لذيذة قوي قوي، فاستعدوا لحلقة هتجيبوا العيش بتاعكم وتقعدوا تاكلوا معايا على الريحة. حلقة حلوة جدا طبعا، بتحلى بمكالماتكم الحلوة واتصالاتكم الجميلة. وقبل أي حاجة أنا رح فاصل صغير، نرجع لكم بسرعة، استنونا. رجعت لكم، عندي النهارده وصفات حكايات. قبل اي حاجه، العصير بتاع كل حد اللي بدخل لكم بيه، المشروب بتاع كل حد بدخل لكم بيه، واقول لكم شوفوه في حلقه الخميس. لسه مقفله الحلقه حالا، حته حلقه ريحتها سابقانا. والنقيض يعني سبحان الله، بصوا النهارده اكل بقى شعبي تراثي، اكلات كده الناس الاكله التاني. اكل ايه بقى؟ اكل تكاوي كده، بس حاجه ايه، حاجه ايه بقى، على كيف الكيف. طيب النهارده يوم الحد، زي ما اتفقنا يوم اكلات كلها حرشه من اخر كده متكلفه. وانا ما لقيتش النهارده احلى بصراحه من ان انا اعمل لكم منيو يكون شويه شعبي قوي، مش تراثي بس شعبي جدا. يعني مثلا لما نعمل شويه سجق، لا 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 مش اي سجق، نعمل ورقه سجق شبيهه كده بورقه اللحمه، فيها شويه خضار كتير بس سهله وبسيطه. سجق بيدخل الفرن، خطيره حلوه جدا هتعجبكم. بينا نقول المقادير؟ يلا بينا. طبعا سجق اهو خلاص بحاله، مش هقطعه، عايزين تقطعه قطعه عشان هو هيدخل الفرن، فاحنا محتاجينه كده بحاله. يعني هحتاج ايه بقى؟ بصل جوليان، فلفل حار حلقات، طماطم جوليان، فلفل اخضر او احمر حار، ثوم مفروم، ملح وفلفل اسود، جوزة الطيب، سبع بهارات، حبهان مطحون، ورقه لوري، بصوا كده نفحه كاري ماشي. وطبعا للتزيين وللتقديم شويه فلفل احمر على بقدونس. تاني مقادير ورقه السجق، بصوا يا جماعه انا عليا شويه سجق حقيقي، يعني بجد محدش بياكله عندي غير لما بيقول لي لا رهيب رهيب. سجق، بصل وتوم، شويه توابل اهمها ملح وفلفل اسود، وطبعا الحبهان المطحون، وسبع بهارات دول اهمها. وكمان بحب جدا احط ايه الخضار اللي عندي، بس الطماطم والبصل والفلفل الالوان عليهم عامل كبير قوي. ممكن نحتاج فلفل رومي اخضر، مش مهم فلفل الوان على فكره، بس انا بحب الون ايه الدنيا. الطاسه سخنه من غير اي حاجه فيها، من غير اي حاجه، احب كده اشوح لي السجق بتاعي. يبقى الطاسه بتاعتي سخنه فيها حاجه خالص، ما فيهاش نقطه زيت ولا سمنه ولا اي حاجه، تسخن حلو قوي. تعالوا نشوف كده سخنت، دي تمام جدا. ونزل السجق بتاعي الاول كده، يلا بينا ننزله اهو. وحلو قوي ان تكون الطاسه بتاعتي كبيره يا جماعه، اوزع فيها اي حاجه انا بسويها، لحمه، فراخ، سجق كده زي ما انا عامله، كبده. حلو قوي ان تكون حاجه عندي واسعه وكبيره، دي بتخلي الحاجه مستويه رقم واحد، مستويه صح. اتنين ما تنزلش ميتها وتستوي كلها، والحراره كلها تبقى متوزعه عليها. بصوا على طول عشان كل واحده اهي ليها مكانها، انا مش تعبانه في حاجه، حتى التقليب هقلب كده، واخدين بالكم اهي مش تعبانه في حاجه. طيب انا ما حطيتش ولا دهون يا فيفا، امال هتحطي الزبده امتى؟ هقول لكم هعمل ايه بقى دلوقتي. هروح رشه الحاجات اللي انا عايزاها، شوية جوزة الطيب حلوين كده، من الحاجات المهمة جدا يا جماعة مع الفراخ واللحمة، شوية جوزة الطيب بساط كده. وطبعا قلنا ايه البهارات، السبع بهارات هنا، شوية الكاري بسيط، الحبهان المطحون اهو، وورقة ايه اللوري احطها في الاخر، وانزل هنا بالايه بالملح والفلفل الاسود.
وقلب اهي، اقلبها كده. عايزه اقول لكم ان انا بالنسبه لي السجق كده عادي ساندوتش جدا واغرق فيه، بحبه قوي بحبه جدا. تعالوا بقى دلوقتي بعد ما خلاص هو نزل الدهون اللي فيه، ما لقيتش فيه دهون كتير، اروح عامله ايه؟ حاطه مكعب زبده حلو كده يحلي لي ايه التوابل دي كلها. يبقى انا حطيته الاول من غير اي حاجه، تمام، وبعدين اعمل الخطوه دي بعد ايه ما بحره اهو. الله، مش هياخد معايا وقت. طبعا النار عاليه، طبعا النار عاليه، طبعا النار عاليه. بصوا بقى السياحين بقى، ولما ايه يتدحرج كده في التوابل. هو مش محتاج، صح؟ اه مش محتاج، بس انا بحط التوابل دي لان انا لسه احط له خضار، فانا بطعمه هو والخضار، واخدين بالكم؟ اهو اجي بقى دلوقتي بعد ما ايه بدا اهو الزبده عندي تسيح ويربط لي صوص اهو حلو جدا، انزل البصل بتاعي. يا حسناء، 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 انا سامعه صوت التلفزيون بتاعك، هتوطيه وتكلميني. شوفي سامعه المزيك. طب يا حسناء رحتي فين؟ يا حسناء كلميني تاني، كلميني تاني يا حسناء. بصوا بقى افكك البصل كده وانزله عندي هنا اهو. ما تتعبوش، ما تتعبوش نفسكم ان انتوا تسوي الخضار. ليه؟ عشان انا بقول لكم احنا هندخل كل ده في طاجن في الفرن. ورقه لحمه يعني يا ام طه، ده مش اي كلام. ورقه سجق يعني على شبيهه ورقه اللحمه. انت عامله ايه يا حبيبتي؟ تمام والله الحمد لله. يا قلبي انت عامله ايه؟ الحمد لله. ايه اخبارك؟ تمام. انت حلوه ولا ايه؟ النظام عامله ايه؟ الحمد لله يا حبيبتي بخير، الحمد لله. يا رب يجعلك بخير على طول يا رب. ربنا يخليكي ليا، ما تحرمش منك. ايه الجمال ده؟ اه عاملين بقى شويه اكلات كده حلوه، شويه اكلات كده. ويحصل ما بين ايديك يا رب. ربنا يخليك يا ام طه، تسلمي لي، تسلمي لي يا حبيبتي. انا عايزه اقول لام طه الحمد لله على سلامه سهى بنت بنتها. اه الف الحمد لله على سلامتها. وان ابنها طلع من الحضانه، ربنا يخليه لها يا رب. ربنا يخليه لها. ايه التصرح فين؟ ملو اتصالات النهارده. بصوا بقى انا بحط الفلفل عليه اهو، وحطيت كمان الثوم، واحط دلوقتي كمان الفلفل الحار. امال هو ينفع؟ حطيت ورقه اللوري اهي، مشي. اجي بقى هنا هسيبها شويه كده حلوين لحد ما اعمل ايه. تعالوا اقول لكم هعمل ايه. هجيب الطاجن بتاعي اهو، اي طاجن عندي، اي طاجن اهو. هروح فرشاه ايه؟ هروح فرشاه ورقه زبده وفايل. حاضر. انا جيت. يا مدام نيفين. الو، ازيك؟ ازيك حبيبه قلبي؟ عامله ايه يا حبيبتي؟ منوره. ربنا يخليكي. انت عامله ايه؟ اخبارك؟ يا قلبي الحمد لله، الحمد لله. على فكره احنا اسكندرانيه وبنعمل سمك جميل. الله، طبعا هو الاسكندرانيين ما كانوش يعملوا السمك الجميل. مين اللي يعمل السمك؟ انا حبيبه قلبي. عايزه اطلب منك حاجتين. عايزه اعرف البشاميل السريع، وعايزاكي تكلميني ضروري. اكلمك ضروري؟ حاضر. اه يعني أيوه. ياخدوا نمرتي ويكلموني ضروري. حاضر يا رنا، هتعبك. حاضر، بس كده تأمريني. انا محتاجالك، اه محتاجه اكلمك في حاجه مهمه. حاضر. وعايزه اسالك على البشاميل السريع اللي في البيت. اللي هو البشاميل اللي بيتعمل سريع، هل يا ترى برضو كل المكونات هتتحط على بعضها؟ هو في سريع وفي بطيء، انا المعلومه دي بالنسبه لي جديده. لا مش قصدي، اللي هو اللي مش الدقيق بتاعه بيتحمص، اللي هو كل الصحي. ايوه. يا ريت يا ريت. على البارد. ايوه. يا ريت. انا كده بفهمك. حاضر، من عيوني. بس كده. حاضر يا حبيبتي، بس كلميني. حاضر، مع الف سلامه يا حبيبتي. بصوا البشاميل السريع اللي على البارد بنعمله ازاي؟ كوبايه الا ربع دقيق،
كوباية إلا ربع دقيق عليهم بالظبط 5 كوبايات لبن، كوباية إلا ربع دقيق عليهم 5 كوبايات لبن، وبنقلب كل ده أول على البارد قبل النار. نحط مكعبين زبدة، بنحط ورقة لوري، ملح وفلفل أسود وجوز الطيب، ونفضل نقلب 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 لحد ما يربط معانا على النار. الاول بدوب كل ده يا جماعه مش على النار، اللبن ما بيكونش سخن، الاول اللبن بيبقى بدرجه حراره الغرفه، وبحط عليه الدقيق وبقلب كويس جدا، الملح والفلفل الاسود وجوز الطيب والحاجات دي كلها، ومكعبين زبده كله على البارد. وبعدين لما الدقيق خلاص عندي يدوب افضل اروح حطاه على النار وايدي فيه على طول لحد ما اوصل للقوام اللي انا عايزاه. طبعا احنا بنعمله ان ده صحي، ما بنحطش فيه سمنه ولا. انت ممكن بقى علشان تاخدي طعم كريمي، مش هقولك تحطي جبنه كريمي، مش هقولك تحطي كريمة طهي، لكن هقولك ممكن تحطي 2 معلقة زبادي وتربطيهم بشويه لبن قبل ما تحطيه، وتروحي حطاه في الاخر، هيديك طعم حلو جدا. ربي يكون عجبك. بصوا بقى انا هنا عملت ايه، فرشت الطاجن عندي هنا ايه ورقه فايل وعليه ورقة زبدة، تمام، واروح عاملة ايه واخدة الحاجات الحلوة دي حطاها هنا، ماشي، وبعدين حاضر اروح موزعاه كده اهو، ونازلة بقى بالطماطم بتاعتي كده على الوش، اعمل طبقة حلوة، واروح حطالي قرنين حار كده 3 4 اللي عندك حطيه، لان ده هيتاكل قبل اي حاجه، تمام كده، تمام كده. وكمان ممكن اروح حطاله رشه كزبره من الوصفه التانيه، واعمل ايه بقى، اروح كاميرا واقول الو يا استاذ احمد، ازيك يا شيف؟ الحمد لله، تسلم ايديك يا شيف على كل حاجه بتعمليها، ربنا يخليك والله حضرتك تسلم. بصي انا عايز احييكي على البطاطا بالمانجا جرتان ده، بصي عامل قلبان والله والله، بصي عملته لابني بسم الله ما شاء الله، اكل الصينيه كلها والله، الف هنا وتسلم ايدك. لا 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 بسم الله ما شاء الله، يعني حاجه جديده وحاجه جميله، وتسلم ايديك يا شيخ والله يا استاذ احمد، بالدنيا عندي كلام حضرتك. لا والله، وعايز نشكرك على كل حاجه بتعمليها يا شيخ، شكرا، ربنا يحفظك. شكرا يا رب. بجد ربنا يخليك وتسلمني، ومبسوطه جدا ان حضرتك بتدخل المطبخ. سؤالي بقى، سؤالي بقى يا شيخ دلوقتي، انا عندي عزومه، عندي جايب ديك رومي 8 كيلو بقى، عايز اعمله بقى يعني ايه حاجه حلوه كده في الفرن كده، وتقولي لي التتبيله الحلوه بتاعت حضرتك. طيب، واعمل ايه بالظبط من اولها لاخرها؟ عيوني رنا، بعد اذنك هتدوري لي على وصفه الديك الرومي وهحطها لحضرتك حالا وهقول لك. ما تحرمش منك بجد، والف هنا، ودايما عامر، ودايما بيت مفتوح يا رب في حس حضرتك. ميرسي يا استاذ احمد، ميرسي جدا، نورتني. بصوا بقى انا خلصت كده اهو الطاجن الحلو بتاعي، بصوا قمرته، ورقه السجق لازم تبقى مقموره، بس زي ما بقول لكم انا قفلتها بورقه الزبده وبعدين حطيت الفايل، واخدين بالكم الفايل عندي ما يلمس الاكل، الاول الفايل تحت وبعدين ورقه الزبده، قفلت على الحشوه حطيت بعد كده الفايل، كمرتها هدخلها الفرن بقى. الفرن بيكون عندي ايه، طبعا مسبق التسخين، تمام، على 200، بدخلها في الرف اللي في النص يعني نص ساعة، ساعة الا ربع بالكتير قوي، واتفرجي على احلى ورقة سجق. يلا بينا، وهقول لكم بقى هنروح فاصل صغير نرجع لكم بسرعة، استنوني. ورجعت لكم. طبعا يعني اكتر حاجه بتفرحني بجد ان لما اعمل حاجه وتكون غريبه، غريبه يعني مش مستصاغه او اول مره يسمعوا عنها، والثقه دي اللي ما بيننا اللي بنيناها بقالنا سنين ياخدوها ويتقبلوها ويقولوا لا احنا هنجرب وما يستخسروش فيها التجربه، وتطلع الحمد لله حلوه، لان انا عمري ما بعمل حاجه انا يعني ممكن احس 1% ان هي ما تعجبكوش على طول، لا مش هعمل، انا ما عجبتنيش مش هعملها، زي مثلا زي ما استاذ احمد بيقول جراتان الكنا البطاطا بالمانجا، دي اختراع يا كوتش، ودي على فكره مش اختراعي، دي وصفه انا واخداها من صديقه صديقتي ونقلتها لي، واتصلت بصديقه صديقتي اخدت منها الوصفه، وطبعا دي قصه حكيتها، فبقى مبسوطه جدا. اللي بيزعلني شويه، بس طبعا محبتكم بتخفف عليا، لما حد ابقى عامله حاجه ويتقال لي ده عك، ده مش عك،
لا دي مش دي الوصفة الأصلية. هو أنا لو طلعت عملت لك الوصفة الأصلية أنا هطلع أعمل إيه؟ ما أنا لازم أحط التاتش بتاعي، بس مش هوحشها لك، يمكن أحلها لك. فادوني فرصة. الناس بتقول دعك، الكلمة دي بتضايقني قوي والله، يعني بتجرحني كده. المهم تعالوا نعمل وصفة الطحال. هعمل النهاردة شوية طحال النمائي. الطحال وقع مني في وصفات عيد الأضحى. موجود عندنا الطحال، أنا هحتاج فص طحال ماشي اتسلق، وهقول لكم اتسلق ازاي وبعدين قطعته كده. طيب هعمل بيه ايه؟ هحتاج تتبيله ملح وفلفل اسود وكمون وبابريكا وميه بصل ماشي. وبعدين هاخد التتبيله دي، هاخد الطحال منها انزلها بقى في شويه دقيق وبيض وكمان ملح وفلفل اسود وبابريكا وفيجيتار او بقسماط اللي تحبوا. تاني بسرعه، فص طحال مسلوق هقول لكم سلقته ازاي. اتقطع جوليان ماشي، وبعدين ملح وفلفل اسود وكمون بابريكا وميه بصل، دي التتبيله يا جماعه. وطبعا هنزل بعد كده الطحال بعد ما تبله في الحاجه التانية اللي هي ايه، لا يا جماعه مش الوصفه اللي هناك دي، احنا هنا اللي هي ايه، هنزلها بقى في الدقيق وكمان بيض مع شويه لبن ملح وفلفل اسود وبابريكا وفيجيتور. تمام اتفقنا؟ اتفقنا خلاص. طيب هعمل ايه؟ اروح جايبه كده عندي ميه البصل وادي الكمون، وهقول لكم حالا سلقت الطحال ده ازاي. نزلته الاول في شويه ميه سخنين بتغلي خلاص، وبعد ما نزلته في شويه ميه سخنين دول واللي بيغلوا سبته بس علشان اول ما يمسك الدم اللي فيه، لان طبعا ده بيكون كله دم خلاص. وبعدين طلعته مثلا خمس دقايق طلعته. بعد ما طلعته حضرت له بقى السلقه بتاعتنا اللي هي بقى لوري وحبهان وفصوص فلفل اسود وميه سخنه وبصل وجزر والحاجات دي كلها خلاص. وبعدين نزلته فيها كمان قولوا 10 دقايق وبقى مسلوق معايا حلو قوي قوي. اول حاجه التتبيل عندي اهي، بنزله بعد كده فيها اهي. عايزه اقول لكم اللي ما بيحبوش الطحال هيحبوه قوي بالوصفه دي. واقلب كده واتبل عندي ماشي خلاص. اجي هنا بقى هفتح بايدي دي وهحط على البيض شويه لبن زي ما متعودين، هحط على البيض شويه لبن اهو واقلبه. وطبعا طالما احط بيض ولبن يبقى طبعا شويه ملح وشويه فلفل اسود على طول وانا مغمضه، ويقرب اهو. عندي بقى هنا طبقه دقيق والفيجيتار او بقسماط. طب انت ليه قايله الاثنين؟ عشان في ناس بتحب قوي الحاجات دي بالبقسماط عادي جدا، وفي ناس لا عادي بتحب الحاجه كريسبي فعادي ممكن تجرب الفيجيتور، زي مثلا المخ البانيه لما عملته معاكم هو نفس الفكره. تمام اهو بقى كله عندي واحد، مفيش عندي اي حاجه. اروح عامله ايه بقى؟ بصوا بقى اخد بقى من هنا انزل في الدقيق شايفين على البيض، اخد من البيض على ايه الفيجيتار او البقسماط، وانزل بيه فين؟ على الزيت السخنة على طول. الله ريحة حلوة جدا وتتبيلة حلوة قوي، هتعجبكم الفكرة. بقولكم لو ما بتحبوش الطحال هتحبوه بالطريقة دي. وانزل في البيض، ممكن بقسماط بقى علشان بقولكم في ناس ما بتحبش ايه غير البقسماط اهو. يا استاذ حسين يا مساء الفل يا شيف، حماتك بتحبك والله يا استاذ حسين الله الله يخليك، وانا بحب بنتها. ايوه كده بقى، هي الكلمه دي اللي انا عايز اسمعها ربنا يخليكم لبعض الله يخليك، مساء الاختراعات يا شيف، الله ينور عليك يا شيف. الله يخليك يا استاذ حسين، الله يخليك. قول لي بتحب الطحال والحركات دي ولا ايه؟ طبعا حلويات المذبح الحياه جدا. أيوة الحاجات الحلوه دي الناس الاكيله بقى. ايوه بقى ابني و
وجنبيها كمان بيكون لازم كده صلصه طحينه كده يا شيف كده موجوده. لا لا انت لازم تيجي، خد اول قطر وتعالى على طول. على طول يا شيف، ربنا يديك الصحه والله. ربنا يخليك والله يا استاذ حسين. الله يخليك، تسلم يا ست الكل. قول لي بتاكله ازاي؟ بص بقى طالع عامل ازاي؟ الطريقة التقليدية دي يا شيخ، بس حضرتك الطريقة بتاعت حضرتك النهاردة دي هنعملها إن شاء الله كده قريب. لازم تجربه وتقول لي إيه رأيك. أكيد طبعًا يا شيخ. بجد. والله حضرتك يعني مفيش طريقة من تجربة من حضرتك اللي بتطلع يعني صراحة منتهى الجمال ومش بحبها. ربنا يخليك والله، تسلم لي يا أستاذ حسين ودايمًا منورنا كده وداعمنا دايمًا. الله يخليك يا ست الكل، شكرًا. مع ألف سلامة. آجي عندي بقى بطلع على إيه؟ على طبعا ورق مناديل اهو. بصوا انت بقى تختاري، عايزه فيجيتار، عايزه بقسماط، اهو قدامك براحتك. الاثنين نتيجتهم حلوه قوي. ونكمل، هحط كميه اهو وهقول لكم بقى. طبعا زي ما بيقول استاذ حسين كده، الموضوع عايز شويه طحينه موجوده. الاكل ده حرش قوي، بيحب الحاجه يعني، هو يعني قرن فلفل شطه تمام على فكره بالنسبه لي يعني، بس الطحينه معاه بتبقى تحفه برده. سلطه، يا سلام سلطه خضراء بيبقى تحفه. ده فص، طبعا احنا عارفين الحاجه دي بنجيبها بالفص، فده فص عملته بالطريقه دي. انا بقى عاجبني بصراحه شكل الفيجيتار اكتر، وحسن يعني انتوا هتحبوه، انتوا كمان طعمه كمان بيبقى حلو جدا، لذيذ قوي. وطبعا هو بيبقى متبحر اكتر من يعني البقسماط، ما بيبقاش متبحر خلوا بالكم، فبيدينا طعم حلو قوي. الولاد كمان لو مش بتحبوا هتحبوا. شو لازم اعفره الاول بالدقيق وانزل كده واقلب واطلع على ايه الفيجيتوش. حلوه قوي 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 الريحه تجن. الديك الرومي، شوف كل دول، كل ده استاذ احمد بيدورها على ديك الرومي عشان خاطر حضرتك اهو. وهتنزل حالا وهقول لك. طيب يلا، اول حاجه محلول النقع. قولي لي يا رنا عشان ايه السكرين متغطي. لو الديك رومي احنا هنا وزنه كان 6.5 طبعا، ممكن حضرتك تجيب الحجم اللي انت عايزه. هنحط عليه ميه تغطيه، بس الميه لازم تكون مغليه، او لو عندك فلتر هتحطها من الفلتر تمام. كوبايه ملح عليها ونص كوبايه سكر، هنحط عليها شرايح ليمون وبصله متقطعه، ليمون حلقات، ورق لوري حبهان، وبرتقان ارباع، وفلفل اسود حصى، وقرنفل، وروزماري، وزعتر. طبعا هتقولي ايه ده يا فيفيان ده كتير، بس عايزه اقول لحضرتك ان مهم جدا جدا خطوه النقع دي يقعد فيها مش اقل من 12 ساعة. الانسجة بتطرى جدا، وكمان عايزة اقول لحضرتك بياخد شوت في التسوية، يعني كأنك قطعت شوت فيه في التسوية، والطعم بيكون تحفة. طيب بعد كده في ثلاث تتبيلات. التتبيلة الاولى دي بقى هتجيب لي سرنجة، اكبر سرنجة في الصيدلية ماشي، وهنحط فيها المحلول ده. عبارة عن ايه؟ عصير ليمون، عصير ربع، لا ثانية واحدة، عصير ليمون وعصير مية بصل وربع كوباية زيت زيتون وبصل بودرة وتوم بودرة وربع كوباية لبن وملح تمام. عايز اقول لك حتة اللبن دي عليها عامل كبير جدا. دي طبعا بحطها في زي ما قلت لحضرتك السرنجه، وببدا يعني اغذي بيها كل حته عندي في الديك لحد ما يتغطى خالص. وبعدين التتبيله الثانيه بقى هندهن بيها الديك بعد ما بنعمل الخطوه دي. معلقه كبيره صلصه، معلقه مستردة،
ملح وفلفل وبابريكا، ثوم بودرة وبصل بودرة، بهارات مشكلة اللي هي بهارات سبع بهارات وكاري، ومعلقتين دبس رمان. دي هتدهن لي بيها ايه؟ الديك. وفي تتبيلة بقى أخيرة، دي بقى قبل، دي بقى خلاص يعني، لا يعني دي بقى اللي بره. في بقى حاجة بحشيها جواه عشان لو هتحشي بقى ورق عنب بقى والحركات دي. هتحط ايه؟ مكعبات زبدة، زعتر فريش، وروزماري، ومعلقة كبيرة من التتبيلة اللي احنا عملناها اللي هي فيها البهارات كلها. وبعدين بقى حضرتك بعد ما تعمل ده كله هتغطيه عندي بورق زبدة وفويل، تحط معه خضار اللي حضرتك عايزه، وبعدين تدخله الفرن. طبعا حلو جدا زي ما قلت لحضرتك، التتبيلة الأولانية تقعد فيه الهار محلول الملح مش أقل من 12 ساعة. ولما تعمل التتبيلة الأولية دي مهم جدا ان هو كمان يقعد فيها مش أقل من 6 ساعات 8 ساعات طبعا علشان الطعم يوصل لجوه. وكمان نحقنه، والتتبيلة الأخيرة دي خلاص بتكون انت خلاص كده وصلت ان حضرتك تسويه تمام. وتحشيه بقى اللي حضرتك عايزه، وتغطيه بورق زبدة وفويل وتدخله الفرن. لكل كيلو بياخد تقريبا ساعة الا ربع، لكل كيلو بياخد من نص ساعة لساعة الا ربع، يعني 35 دقيقة انا بقول ساعة الا ربع تمام. حضرتك بقى بتقدر تحسب وتشوف هيستوي معاك في قد ايه. طبعا على نار درجة حرارة 100 الاول 240 لمدة نص ساعة، وبعدين حضرتك بتبدأ تقلل حرارة على درجة حرارة 200 وتسيبه بقى يستوي براحته بس كده، وتكشفه في الاخر وتديله اللون اللي حضرتك عايزه، وان شاء الله يعجبك جدا. انا هنا خلصت عندي اهو شوية الطحال دول ريحتهم يجننوا. هنروح بقى الفاصل ونرجع نكمل احلى حلقتنا ونقدم الحاجات الحلوة دي بتاعتنا، ونشوف هنعمل ايه تاني بالطحال. استنونا. خلصت الطبق وعندي سلطة الطحينة هنا، والعيش جاهز. ثانية واحدة اجيب لكم العيش والطحينة والسلطة، واحنا كده جاهزين. وعيشنا عندنا الفريش اللي يجنن، واحنا كده جاهزين. بصوا 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 بقى، تا 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 تا، علامة النصر. دي علامة الاكل اللي حرش يا جماعة، مقدرش ما يعني ما ينفعش. بصوا اهو خلاص هقدمه هناك. تعالوا بقى نعمل اللي بعده. ثانية واحدة اجيلكم من الناحية دي. بس كده. اللي بعده بقى طاجن هنا خلاص عندي، عندي الوق. تعالوا نعمل بقى الطحال برضو بس بصوص حلو جدا للناس اللي بتحب الحاجة بصلصة، بتحب كده تغمس بقى كده حاجات صلصة. فانا هعمله بالكزبرة والثوم، مش عايزة اقول لكم حلوة جدا وبجربها مع حاجات كثيرة. الصوص ده بيكون حلو قوي. مقاديري ايه حبايبي؟ هحتاج فص طحال، هعمل عليه بصلاية مفرومة وثوم مفروم، فلفل حار اخضر واحمر مفرومين، ملح وفلفل اسود، كمون، بابريكا، سبع بهارات، رشة قرفة، جوزة الطيب، كاري وزعتر، وثلاث معالق كبيره صلصه، ولتر طماطم بيوريه، وفنجان ربع فنجان خل، وطماطم متقطعه مكعبات حلقات. مكعبات حلقات ازاي؟ طماطم متقطعه مكعبات، وبقدونس وكزبره، وفلفل حار حلقات تمام. بصي الهيرو فيها الخضره والثوم والبصل والطماطم طبعا. التوابل بعد كده بتاعتك، يعني انت بتحبي ايه هتحطيه، مش هايدك بيها واتفقنا. لكن هو اهم حاجة عندي في الخطوة دي ان هو يكون شوية زي ما تقولوا في صوص احمر، هي دي الفكرة. طماطم بقى وصلصة شوية بهارات بس، عايزة اقول لكم بيطلع لذيذ قوي قوي. احط شوية زيت في الطاسة بتاعتي السخنة، واجيب بقى هنا ايه الاول بحطه كالمعادة. احط الطحال بتاعي اهو، لازم الاول احطه
واتبله الاول هو اهي رشه القرفه، وزي ما قلت لك الحاجات كلها اختياري اللي انت بتحبيها تحطيه. ادي البابريكا وادي الكمون وادي شويه الزعتر. الريحه حلوه قوي بقى ماشي. وادي 7 بهارات وكمان جوزة الطيب والملح والفلفل الاسود. ادي الملح بتاعي والفلفل الاسود. الله بصي بقى اديله تقليبه كده اهو. بصي عايزه اقول لك لحد هنا تقدري تجيبي سندوتشك وتيجي، ولكن بصي بقى حط توم ماشي، هتاكلي الخلطه قبليه هو بصل. اوعدك تاكلي بقى الخلطه، عارفه اللي هو عارفه لقمه بس اللي هو حاطين من الصوص اكتر من الحاجه اللي احنا بناكلها اساسا، بتبقى حلوه قوي. طماطم تقلب الطماطم تدبل كده اهي، بحطها في النص واحط بقى الفلفل الحار بتاعي اخضر واحمر اهو، وكمان احط الخضره بتاعتي نصها هنا ونصها في الاخر، احب جدا احط شويه في الاخر ماشي. وحبه طماطم كده حلوين. الله بتكون يا جماعه مختومه مش صيصه، عشان كده انا بحط وبشوف اهو. بصوا بقى ايه الريحه الحلوه دي، ريحتها حلوه جدا. الخضره اساسا بتدي طعم للحاجه رهيب اهو. واسيبها ايه تبقبق. عايزين تحطوا معلقه صلصه، نحط معلقه صلصه للون اهو. دي بقى للناس اللي بتحب الحاجه بصوص هيغرقوا فيها، والتغميس بقى من هنا للسنه الجايه. تمام كده تمام كده. اسيب بس الخضره بتاعتي واشيل كله. عندي القرن الفلفل ده طبعا مش هسيبه. سعيد لو سمحت عايزه اشيل كل ده. وتعالوا بقى نطلع ايه عندي هنا، كمان ورقه السجق خلصت معايا، واجيب طبق اقدم فيه الطحال. بصوا بدا يبقبق ازاي. هسيبه طبعا، سيبوه انتوا ايه 5 دقايق كده، واحتاج شويه ميه حطوله مثلا ربع كوبايه ميه تكون دافيه طبعا سخنه، ما حطلوش ميه ساقعه فاهميني اهو. حلو قوي. وفي الاخر برشه بايه، برشه الخضره دي. تعالوا نطلع كمان الطاجن بتاعنا اهي، ونحطه هنا وتعالوا نطلعه. الله بصوا بقى بصوا بقى، طبعا سخن بس ايه لازم اوريكم شكله، ريحته تجنن اهو. بصوا ريحته تجنن، والفلفل خلاص طري. بصوا عامل ازاي. ممكن ندخلها تاخد ايه لون بعد ما نكشفها ممكن، بس لا انا هكتفي بكده جدا، لان بصراحه عايزه اقول لكم حلوه وريحته بقى تجنن. البصل عندي طري والطماطم، بصوا الفلفل عندي بقى عامل ازاي. طبعا ده هيتاكل قبل ايه السجق. وعندي هنا اهو الطحال كمان جاهز ايه للاحتفال. بصوا عامل ازاي غرقان ازاي في الصوص، بس مش مماي. خلوا بالكم في فرق ما بين ان انا اكون مكتره صلصه قوي وان انا اكون ربطاه. بصوا هو مربوط مربوط بس كده.
حلو قوي هيعجبكم. تعالوا نقدمه يلا في طبقنا. وطبعا برضو احب جدا رشه الخضره عليه وقرن الفلفل. بس كده بس كده اكلات حلوه جدا سريعه جدا، عايزه اقول لكم هتتبسطوا بيها قوي. وطبعا فكرتها يعني الطريقه يعني الطحال عارفينه وبناكله بقالنا كتير، بس يا رب تكون طرق التقديم المختلفه دي عجبتكم. يعني احنا متعودين ان احنا نشوحه يعني نسلقه وناكله كده، بتهيألي يعني ان ممكن تدوله فرصه ان احنا نعناته كده. وادي كمان قطف النعناع بتاعي الحلو ده اللي بحب احطه. بس كده، ودي كانت حلقه يوم ايه، يوم الحد، اللي هي اكلات تراثيه جدا شهيه جدا. بكره ان شاء الله بقى هتكون اكلات مطاعم. بكره يا جماعه محضره لكم وصفات حلوه جدا هتكون صحيه، بس صدقوني كله هيتبسط بيها جدا، اللي عامل دايت واللي مش عامل دايت بجد هيحس انها لا حلوه طعمها حلو، لان هاكل معاكي. فاعملي حسابك كده لما تيجي تعملي اكله حلوه صحيه، لا كتري علشان هما هيشاركوكي فيها وهيتبسطوا جدا منها. دي كانت حلقه يوم الاحد، بكره ان شاء الله هتستنوني في حلقه جديده من برنامجكم كل يوم اكله على قناه ناتين تي في من 1 لـ 2 والاعاده 7 صباحا. بحبكم جدا، اشوفكم بكره على خير، باي باي.